حياكم الله. الأكيد أن بعض مراكز التجميل اليوم أصبحت بحاجة لإبر البوتكس الصحية ولفيلر المرجعية والترخيص، بل بعضها أصبح بحاجة ماسة للقص وغيرها للاستئصال، لأننا أصبحنا نسمع ونشاهد بشكل دوري مصائب بعض العمليات التي ذهبت من ورائها أرواح وأخرى أصيبت بمشاكل أبدية، حتى وصل الحد بوزارة الصحة اللجوء إلى مديرية الأمن العام بغية وضع حد للتجاوزات التي تمارس في بعض مؤسسات ومراكز تجميل غير مرخصة مقامة في شقق فلل في عمان والمحافظات. السؤال اليوم: من هو طبيب التجميل؟ أهو طبيب أم مختص؟ ولا دوره بتمشي؟ ما هي مراكز التجميل؟ أيعقل أن تكون في شقق مخفية؟ هل أصبح الطب تجارة؟ ما دور وزارة الصحة وتراخيصها؟ ما دور النقابة ومراقبتها؟ ما دور وسائل التواصل الاجتماعي التي وصلت حدا فوق الإشباع بالإعلانات التي لا رقيب ولا حسيب عليها؟ قانونيا أشارت المادة 65 من قانون الصحة العامة، أشارت إلى أنه لا يجوز لأي شخص تنفيذ إجراء طبي أو عمليات جراحية إلا إذا كان طبيبا مرخصا حاصلا على رخصة مزاولة مهنة من النقابة. المادة 17 من قانون المجلس الطبي الأردني تعطي الوصف الوظيفي لأي طبيب في أي تخصص، تؤكد عدم الجواز لأي طبيب أن يعلن عن نفسه أو أن ينفذ إجراء طبيا إلا إذا كان مرخصا من قبل هذا المجلس، وكذلك عدم الجواز لأي طبيب إجراء عمليات جراحية غير المختص بها. هذا حديث يقودنا لسؤال لضيوف اليوم عن السبب الرئيس الذي يدفعني كمواطن الذهاب لهذه المراكز لإجراء عمليات تجميل. ما مدى الحاجة لإعادة النظر بالتشريعات وتغليظ العقوبات؟ سأستمع إلى هذه الإجابات من ضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب برئيسة قسم التراخيص للمؤسسات الصحية في وزارة الصحة. أهلا بك دكتورة إخلاص أبو جاموس. أهلا برئيس الجمعية الأردنية لجراحة التجميل والترميم، أهلا بك الدكتور عمر الشوبكي. وسينضم إلينا أيضا الأستاذ المحامي علاء فاضل. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم، مساء الخير. أهلا بكم من جديد، اسمحوا لي أن أجدد ترحاب بضيفي وسأبدأ هذا اللقاء. أهلا بكما، بدأ معك دكتور. حياكم. هو تجميل أم ترميم في البداية؟ هو تجميل وترميم. تجميل وترميم. جراحة التجميل والترميم والحروق، هذا تخصص تجميل وترميم وحروق. نعم. ماشي. نعم. كم عدد الأطباء الحاصل معهم مزاولة للتجميل والترميم والحروق؟ 65 طبيب بس. نعم. 65 طبيب هو تفضل. 65 طبيب أردني حاصلين على البورد الأردني في جراحة التجميل والترميم والحروق أو ما يعادلها، هذول هم المرخص والمسموح لهم بإجراء عمليات التجميل فقط. ما عداهم؟ ما عداهم يعتبر اعتداء على المهنة. كويس. دكتورة، ممكن 65 طبيب الحاصلين تلاقي فيهم الآن موجودين بالخدمات الطبية، هذول ممنوع يفتحوا عيادات؟ نعم. لازم اللي بده يفتح عيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمسي على جميع جميع متابعيني. أهلا وسهلا. ومتابعينا في يعني لقناة المملكة. أهلا دكتور. حابة أوضح شغلة، طبعا هلا الطبيب حد بده يفتح عيادة يجب أن يكون متفرغ تفرغ تام لهذه العيادة. ماشي. يعني موظف صحة، موظف خدمات، ممنوع له أن يقوم بفتح أي عيادة. كويس. لأن أنا بطلب منه أن يكون متفرغ لهذه العيادة اللي بده يرخصها باسمه. ماشي. نعم. طيب. فإشي طبيعي راح يكون عدد منهم نعم في الجيش وفي الخدمات وفي ماشي. الصحة نعم. على سبيل المثال انه ال 65 طبيب هذول مفرغين، اذا المسموح له حسب تشريعات وزاره الصحه انه يعمل هذه العيادات هم ال 65 طبيب. نعم. احنا بجوز عندنا 6500 طبيب هذول بعمل لحالهم، صح؟ صحيح. لماذا تعطى هذه التراخيص يا دكتور؟ لا
هلا انا ما بعطي تراخي، انا برخص كل طبيب حسب مزاولته المهنه. قديش انت مرخصه؟ كم هلا انا تقريبا عندي عيادات كثير مرخصه، يعني تقريبا عيادات تجميل دكتوره مرخصه؟ لا انا بحكي بشكل عام. هلا نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري صدر بال 2014. ماشي. قبل ال 2014 كانت العيادات ترخص من قبل نقابه الاطباء ومن قبل امانه عمان. ما كان دور لوزاره الصحه. بصدور نظام رقم 74 لسنة 2014 وزارة الصحة نظمت عمل هاي العيادات جميعها وصار الترخيص من قبل وزارة الصحة بعد أخذ موافقة نقابة، يعني الطبيب اللي بده يفتح عيادة أما يقدم لي أوراقه من بين أوراقه مزاولته المهنة المصدقة وبيقدم لي كمان موافقة نقابة الأطباء، بيجيب لي براءة ذمة إنه هو مش موظف صحة. هاي أشياء خاصة بالطبيب. ماشي. الأشياء الثانية خاصة بالمكان نفسه كعقد إيجار أو سند ملكية، مخطط موقع تنظيمي، كنا نطلب موافقة الأمانة اعترضت النقابة فصاروا إحنا يصير الترخيص لأنه صار عندنا ربط إلكتروني. صحيح. بيننا وبين الأمانة، فبصير العملية برر بالترخيص، ببلش بالأمانة وببلش من عندنا. بعد إحنا ما يقدم جميع أوراقه يستوفي كل شروطه، بيقدم كمان من ضمن الأوراق عقد نفايات طبية ومخطط مساحة على أن لا تقل مساحة العيادة عن 35 متر مربع، إذا كانت مركز طبي متخصص بنطلب أنها تكون لا تقل عن 100 متر مربع، إذا كان مركز طب وطوارئ 24 ساعة بنطلب أنه لا تقل عن برضو 100 متر، هذا كله بالنظام موجود. أنت نعم. الآن بتعطي ترخيص، بتقولي لي نعم. كل عيادة معطيها ترخيص حسب مزاولته المهنة، حسب مزاولته المهنة. نعم. أما ما إلي علاقة أنا نعم. ها؟ نعم. إنه قلبها تجميل. طبعا أنا هسه عندي مشكلة كبيرة، كل أطباء الطب العام بروح بكشف لهم ما برخصهم، كلهم حاطين أجهزة ليزر، إبر الفيلر والبوتوكس عند الكشف عليهم للترخيص لسه كويس. فأنا بوقف ترخيصهم ما برخصهم، بحكم أنت طبيب عام عندي أنا في بعد إذنك بعد صدر أما صدر نظام رقم 74 لسنة 2014 طلعنا إحنا والنقابة تعليمات إله، هي التعليمات كانت الشروط والواجب وتوفرها في عيادات الاختصاص وعيادات الطب العام، فأنا بحكي له كويس. أنت كطبيب عام لك شروط معينة في عيادتك، لازم يتوفر سرير، لازم يتوفر إضاءة، لازم كعيادة طب عام لازم يكون عندك أوتوكليف، لازم يكون عندك عدة جراحة، ما في من بين المتطلبات أنت كطبيب عام يكون عندك جهاز ليزر ولا كويس. من بينها أن يكون عندك أنك تحقن بوتوكس وفيلر، هذا ممنوع لك كطبيب عام كويس. فمعظمهم لا يرخصوا صدقا، يعني أنا كلجنة ما برخصهم كويس. طيب نعم. كيف تعلق على العدد الكبير والهائل من الأطباء التجميل اللي موجودين اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ أي عقل يا دكتور بشقة بتعمل عمليات تجميل وأكثر من هيك؟ أعطيني ما عندك يا دكتور حول عمليات. أنتوا كم جمعية؟ وين دوركم دكتور؟ أنت رئيس جمعية؟ إحنا أنا رئيس جمعية، يعني إلنا فترة بنخاطب النقابة، بنخاطب وزارة الصحة، بنخاطب كل الجهات الرسمية وكل شيء من أجل التعديات، بس ولا كل يوم هالتعديات بزيد أكثر وأكثر للأسف، أحكي لك كل يوم يعني عرفت. فيعني قبل أنا إلي مثلا 30 سنة بالقطاع الخاص ماشي. كويس، أول ما كانت الظاهرة موجودة، من 4 سنوات 5 سنوات صارت الظاهرة موجودة وحاولنا يعني قدمنا شكاوى للنقابة كل شيء ولوزارة الصحة وكل شيء، لا لم يؤخذ الموضوع بجدية ولم يكن هناك أي شيء رادع أن يوقف هذول عند حد ممكن. هلا صارت ظاهرة أنه أي واحد أي طبيب ما عنده شغل ما عنده أي شيء بروح بيفتح عيادة طب عام أو طب أسرة أو أي شيء بدورة بتمشي ها؟ اللي بيشتغلوا على الليزر دورة ما يشتغل بأخذوا دورة يعني أنا عفوا يعني بحكيها أنا بعرف واحد تبع تغذية قال لي والله أنا بخلص أخصائي تغذية مظبوط قال لي ما لقيت شغل مختبرات وتغذية وصيدل وكل شيء كلها قال لي بشتغل يعني على الليزر وفي معي هي موضة صارت موضة يعني أنا كطبيب جراح تجميل يعني جراح تجميل بكون أول شيء طب عام كويس 6 سنوات نعم. بعدين امتياز 7 بده 5 سنوات كمان طب عام جراحة عامة. بعدين 3 سنوات هذا يعني بده 15 سنة لما أنا أقول إني أنا بديت الطريق في جراح تجميل. هلا المشكلة الظاهرة بتصير إنه بأخذ لك مثلا دورة أسبوع أو 3 أيام أو يومين خبير تجميل كذا وبنزل لك كل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي انا خبير تجميل وانا كذا وانا هاي مشكلتنا بصراحه كلك. طيب الوزاره والنقابه ما عملوا شيء؟ سيدي الوزاره والنقابه انا لي حوالي 4 شهور بجمعيه جراحيه التجميل الجمعيه الجديده، للامانه بجوز احسن مجلس نقابه يعني متعاون وبدا يشتغل. وزاره الصحه يعني كثير عندنا مراجعات ومتابعات لمراكز كمان متعاونين، بس مشكلتنا
انه وزاره الصحه قسم الرقابه فيه 5 موظفين فقط، 5 موظفين لعمان كامله، شو بدها تكفي بصراحه؟ وعندنا لجان في المحافظات، يعني كل محافظه 5 بعمان 5 بعمان واحد باربد، اربد 2 مليون في واحد، شو بدك فيه؟ المفرق واحد كويس. فانا يعني بناشد وزير الصحه وناشد الحكومه انه يعني قسم الرقابه والتراخيص في عندنا 35 مهنه صحيه. طب معلش تسألك سؤال، وزير الصحه نعم بعد كتاب لمدير الامن العام نعم مزبوط؟ نعم بدي اجاوب بالله عليك. نعم هذا حل؟ لا بالله عليك الان وزاره الصحه بتروح على مديريه الامن العام عشان تروح على العيادات؟ طيب سؤال، الان في عياده ستاتيه بده يفوت على الامن العام يفتحها ويفوت؟ احنا هلا كان كتابنا الموجه لمعالي وزير الصحه لعطوفه الامن العام عشان يضبط الاعلانات. احنا هلا احنا امن درسنا الموضوع ودرسنا هاي التجاوزات، هل تبطل اعلانات في مهمه الامن العام؟ كم الاخر بالله خلصت كم بعد اذنك درسنا الشكاوي اللي تجينا لقسم الرقابه، عندنا احنا كثير شكاوي بتيجي لقسم الرقابه لناس تعرضوا لحروق، ناس نتيجه الاخطاء الطبيه من ممارسين للمهنه ومن ممارسين لغير، يعني ممارسين للمهنه من غير المختصين. طيب. وفي اماكن غير مخصصه وغير مرخصه. ماشي. هذا ما احنا درسنا الموضوع في مديرية ترخيص المهن المؤسسات الصحية، اكتشفنا انه احنا بنسأل الست طب انت كيف اندليتي على هذا المكان؟ من الفيسبوك. كيف رحت؟ بتقول لك انا من السوشيال ميديا قرأت الاعلان. صحيح. يعني زي اخر حادثة، هاي الاخت بدون ذكر اسماء بتعلن عن حالها انا طبيبة وخريجة الجامعات الامريكية. فاحنا كان بناء عندنا احنا المادة بقانون الصحة العام المادة 5 باء حذرت انه اي حدا يقوم بالدعاية والاعلان عن اي مهنة صحية او اي يمارس اي مهنة صحية دون اخذ موافقه الوزاره. احنا كان ماشي. الاستعانه بمدير الامن العام فقط لضبط هاي الترويجات والاعلانات الالكترونيه يعني بالضبط الاعلانات الوهميه اللي بتصير على السوشيال ميديا. بس هي مش وهميه، لانه في اعلانات وهميه من مش ناس وهمية. لا قصدي انا وهميه انه ناس مش مختصين، يعني ناس بيضللوا. معلش طولي بالك علي، طولي بالك علي، في تضليل للمواطن الاردني. بعض اطباء الاسنان تجار صاروا. نعم. اي واحد مزبوط. في وجه في واحد طبيب عام بيروح بيفتح اكبر عمليه اكبر تجميل، واحنا انا ما بوافق. معلش اكمل لك، هاي عندك الاطباء وعندك تبعين التغذيه وعندك كل هذه المواضيع. طيب السؤال، اذا انتم بالوزاره عندكم 5 والله اكثر قسم رقابه 5 بس في توجهات معالي امبارح اجتمع فيه وكان توجهات معالي لزياده 10 قسم الرقابه بدعمه، يعني بحدود يعني كل مديريتنا بده يدعمها بحدود ما لا يقل عن 20 موظف لقسم الرقابه وغيرها من الاقسام. طب هي تحتاج الى رقابه يا دكتور؟ طبعا سيدي. ادخل انا وياك الان على الفيسبوك. نعم. الان على الهواء مباشره، شو رايك ندخل؟ يلا اكتب انا وياك بدنا نكتب تبييض الاسنان، الان بدي اطلع لك 100 واحد. صحيح. 100 تجميل، حط تجميل تطلع لك 2000 3000 واحنا عدد جراحين تجميل 65 واحد كويس. طب واحد كويس. إن في ناس بتقول ممكن الجمعيه بقول لك يا عم احنا ما بدناش هاي العيادات لانه بيخربوا علينا شغلنا. ماشي. نعم. طيب بدي اسالك سؤال، انت رصدت حالات طبعا مؤذيه؟ اقول لك ليش، لانه الناس اذا ما شافت حالات مؤذيه صح ما بتنردع شوي يمكن. استاذ خافت تروح. يعني مشكلتنا انه التعديات، طبيب ما عنده خبره ولا شيء، طبيب عام ما عنده خبره، يعني تخرج من الجامعه بيجري لك عمليات حتى في عياده. انا كجراح تجميل عندي مركز مرخص وكذا، ما بعمل والله شد ابط في العياده في المركز عندي، بعملها بمستشفى لانه عمليه جراحيه، لكن هذول بيعملوا عندهم بالمركز. هاي شد ابط شو عمليه يعني؟ عمليه طبعا عمليه جراحيه، شد الذراعين وكذا كل شيء، عرفت؟ عمليه شد وجه بيعملوه بنج موضعي، صور في عياداتهم وهم مش مرخص ولا ايش ولا. وهي المآسي انه المريض بنعمل له عمليه بصير معه مضاعفات، بصير عنده مشاكل، بعدين بيجي على جراح التجميل انه عشان يحلوا هالمشكله، عرفت؟ هاي مآساتنا. فاحنا ما في جراح تجميل الا بيجي مآسي من المعتدين على المهنه فيها. وهي حاله صارت يعني بصراحه احكي لك يعني مش ظاهره قليله. اعطيني بالله اذا عندك رصدت بعض الصور، وبدي استغل انت تدور على بعض الصور مع الاستاذ علاء فاضل المحامي. اهلا بك استاذ علاء. استاذ علاء، القانون ماذا يقول؟ القانون سيدي عالج حال شخصيه الطبيب. خلينا نحكي مختلف الوقائع. صوتك بيقطع استاذ علاء، صوت بيقطع، الصوت مش واضح. هيك منيح الصوت؟ تفضل. نعم
سيدي بالنسبة للقانون قالت لا يكون فيها الشخص أستاذ. لا والله ما هو ظابط، مش ظابط الصوت، بدي أجيب بعض الصور. بالله يعطيني شوي الصور. هاي شو هاي؟ هاي شد رقبة جتني امبارح على عيني. هاي شد رقبة، مش هذول تبعات إبر بأخذوا أسهل؟ لا جراحة بتعمل، جراحة طبيب عام عملها، وهي أجت المريضة تبكي كويس لأنه تشوهت بصراحة لك يعني. ماشي. طيب الدكتور اللي عملها طبيب هاي عام. العملية طبيب عام. ثاني. طبيب عام. طبيب عام. اشتكت عليه؟ هاي امبارح جت. هاي وهاي؟ هاي نفس الشيء، هاي انحقن لها فيلر أو مادة في الشفة كويس. وأصلاً المادة اللي حقنت لا يجوز حقنها عالمياً ولا طبياً ولا علمياً ولا شيء. هذا صحيح. أسهل. هاي مأساة يعني. انتهت هاي سنة 1850 إنه هذا طبيب عام كمان نفس الشيء بشفط دهون من مرضى كويس، بحطهم مرتبنات وبحقن للمرضى من مريض لمريض ثاني، وهذا شيء قاتل كويس. طيب قديش عدد القضايا اللي ارتفعت على مثل الأطباء هذول؟ كثير سيدي. طيب سؤال الآن بدي أقول لك شيء واحد. في بعض الأطباء مزبوط تسكر محلاتهم أكثر من مرة وبرجعوا بيفتحوا. نعم. هاي حل المشكلة للأسف. يعني للأسف. نعم. طب هاي دور مين دكتورة؟ دور وزارة الصحة قسم الرقابة. إحنا هلا أي مخالفة بتيجينا أي شكوى بنتحرك عليها. هلا إذا شفنا اللي صاحب العلاقة أو أربعة وزارة الصحة وأربعة مراقبين بعمان. للعاصمة نعم. للعاصمة نعم. واحد بالمفرق. بمديريات الصحة نعم، بكل مديرية صحة في قسم رقابة وتفتيش فيها كمان. هلا احنا المركزية هم بيكشفوا بهاي بتتحول لعنا. هاي عملية شد بطن كويس، تقومك الشد البطن الجديد الناس تلعبي. شد بطن من قبل طبيب عام بنعملها او طبيب وجراحين كمان نفس الشيء. يعني كل عملية لها مقتضيات، لها علم فيها كل شيء. طب نسبة الأخطاء كبيرة؟ كبيرة جدا سيدي، من غير مختصين أخطاء كبيرة جدا. غير مختصين أبدا. يعني أنا هاي المريضة هاي يعني وصلت انتهت في طلاقها من بيتها ودمار بيت، وهاي نفس الشيء لا أستطيع أو أي جراح تجميل في العالم إنه يقدر يرمم هذا الوضع. ما الذي يجعل الناس يذهبوا لمثل هذه العيادات؟ وهذا كمان سؤال مهم سيدي. اللي أول شغلة إنه السوشيال ميديا والإعلانات المضللة. يعني بيجي بيقول لك إنه والله أنا يعني هذيك مريضة كويس عند زميل لي طبيب أسنان كويس، بقولوا لها إنه والله شفط الدهون بدها تروح على تركيا. بقول لها ليش بدك تروح على تركيا؟ قال والله أسعار غالية. قديش جراح تجميل بأخذ؟ قال لي 12,000 كويس. وهي الشغلة يعني للأسف أحكي لك ما في طالب منها 4,000 دينار وطبيب التجميل ما بأخذ ثلث المبلغ. يعني جراح التجميل صارت صدقا متاحة لأي مواطن، لأي إنسان بيقدر يعمل عمليات تجميل وكل شيء مع التقنيات مع كذا كل شيء. يعني القضية اللي صارت قبل فترة مثلا اللي تاعت الكوافيرة اللي عملها شفط دهون للمريضة وكذا، أخذت منها بجوز ضعف المبلغ اللي بتقضى جراح التجميل، وانعملت في صالون ما في تعقيم ولا في أي شغلة ولا أي سبل الأمان فيها. أنت بتعمل العملية في المستشفى وغرفة عمليات معقمة وإقامة وتخدير عام وكل 18 سنة قراية كويس. 18 سنة هذا كي جي 1 تكون كي جي 1 يعني بصراحة لك كويس، وما بطلع لك زيهم. فكلهم هم بتبعوا اسلوب انه جراحين تجميل اسعار غاليه واسعار كذا، وهي غير وهي غير صحيح. بتطرح عليك سؤال وبدي اجابه له بعد الفاصل. سؤالك من يتحمل كامل هذه المسؤوليه اذا صفنت؟ لا بحكي لك. اول شغله الحكومه لوزاره الصحه، وزاره الصحه نقابه الاطباء، وعي المواطن والتثقيف والطبيب نفسه. فاصل قصير أول، تفضلوا بالبقاء معنا. اهلا بكم من جديد، واسمحوا لي جد ارحب بضيفي. اهلا بكم، واسمح لي اذهب مباشره الاستاذ علاء فاضل. استاذ علاء مساء الخير.
مساء النور سيدي. استاذ علاء، القانون ماذا يقول؟ التشريع ماذا يقول؟ سيدي القانون ميز بين مراحل اللي هو الانتحال الشخصية. هلا اذا كان الطبيب انتحل شخصية طبيب جراح مثلا على سبيل المثال، اللي هو مثلا زي الكوافيرة اللي بتنتحل شخصية طبيبة، هذا الشخص محتال، يعتبر احتيال قانوني على الواقعة، يعني انتحال شخصية واحتيال مالي على الشخص الذي وقع ضمن العمل القانوني المخالف، المخالفة القانونية التي قامت بها. ماشي، هذا احتيال. أنا بديش أحكي عن اللي بأخذ دورة وبقول لك أنا خبير تجميل، هو بقولش طبيب، هو بقول خبير، بس أنا بدي أروح لك على أي طبيب آخر أصبح طبيب تجميل، عمل عيادة وراح على الدكتور أبو جاموس ورخصه وعين الله عليه، بعدين لما راح فتح العيادة قلبها عيادة عامر للتجميل، اجعل ابتسامتك أجمل ابتسامة، زغر عمرك 50 سنة وإحنا بنركض والله ما بدري أشوف. هذا السؤال أنا أطرح لك، هذا السؤال، هذا كم العقوق القانون شو قال عنه؟ سيدي لما أنا أنتحل من شخصية من طبيب عام لأصير لطبيب تجميل، هذا الشخص يعتبر مخالف للقوانين كونه انتحل شخصية طبيب. إذا كان غير طبيب، أما إذا كان طبيب، هلأ أنا نميز فيه شغلة سيدي سيد عامر، نميز فيها أتفضل، اللي هي إنه الشخص لما أنا أجي أنتحل، أنا طبيب عام أنتحل شخصية طبيب تجميل، بختلف لما أكون أنا كوافيرة وأصير طبيب تجميل. هلأ زي ما نحكي العقوبة الطبية اللي هي الملاحقة الطبية الجزائية، لما يكون الشخص من العقاب صادر من شخص صاحب اختصاص مختلف تماماً لما يكون من شخص غير طبيب. فأنا لما يكون الشخص هذا طبيب أسنان على سبيل المثال، المساءلة الطبية، المساءلة الطبية لها علاقة بهذه الثغرات القانونية ولا لا؟ سيدي ما هو هذا الموضوع هو عبارة عن استغلال الثغرات القانونية، لأنه يعني الاستغلال الثغرات القانونية تكون من خلال الأشخاص بالتلاعب بالمصطلحات القانونية للاستفادة منها للشخصيات لشخصه. يعني سيدي بدي أحكي لك كيف. هلأ إحنا عندنا مثلاً مش بنشوفه في المحاكم، إنه هو الوقائع اللي بتصير، الوقائع اللي عم بتصير عندنا في المحاكم، إنه شخص بكون مثلاً نحكي بمسؤولية طبية، شخص طبيب مثلاً مختص عيون بيعمل عملية مثلاً قص جفن، هو إجراء تجميلي يجب أن يكون من ضمن اختصاص طبيب عيون وطبيب تجميل. لما يكون راح يجتهد يعمل العملية هاي، هو بتحاكم كأنه اللي هو الاعتداء على مهنة التجميل، اللي هو لا يعتبر شخص مختص فيها، بس يشترط وجود عناية الشخص المختص في العقوبة. فهمت كيف سيدنا؟ فهمت عليك. هلأ أنا مثلاً خلينا نحكي عن شخص اللي هو الغير طبيب وبنتحل شخصية طبيب. طيب أنت ليش ما تقول لي ما ماشي؟ أنا هذا الشخص بعرف شو عقوبته، هذا محتال. أنا بدي محتال الطبيب اللي بيروح يصير طبيب تجميل. هلا سيدي حسب الضرر، مقدار الضرر يختلف بمعيار لآخر. يعني كيف؟ هلا أنا مثلا دكتور اللي هو دكتور الأسنان على سبيل المثال، أو دكتور اللي هو الطبيب العام اللي عم يتجه يصير طبيب تجميل، القانون ما أجا سن هذا المجلس الطبي هو اللي بيعاقب عقوبة ردع وليست عقوبة جزائية. إحنا بنحكي عن الضرر. أنا هلا مثلا مريض راح على دكتور طبيب عام. دكتور انت بتحكي لي بقانون، معلش 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 دكتور انت بتعطيني استاذ، انت بتعطيني بقانون المواد من قانون العقوبات ومن قانون الصحه العامه، ولا من قانون المجلس الطبي، ولا من قانون حقوق المريض، ما بعرف حقوق المريض اسمه صح؟ خلينا نحكي، لا خلينا، عم بحكي لك بقانون العقوبات مقدار الضرر هو الذي يلحق الملاحقة. هلا مثلا خلينا نحكي بالمشاجرة، ما بيصير مثلا اللي هو خلينا نحكي حسب مدة التعطيل، حسب الضرر الذي يلحق بالمريض. دكتور ما بقدر انا اتجه. صحيح صحيح استاذ، انا معك، لكن انا سؤالي كان واضح، ما هي العقوبة على الطبيب الذي ينتحل شخصية بانه طبيب تجميل بس؟ سيدي القانون الأردني لم يلاحق
الطبيب الذي ينتحل شخصية طبيب آخر للقانون العقوبات الأردني. الذي يعاقب الطبيب في حال انتحاله شخصية طبيب آخر أو صاحب اختصاص آخر هو المجلس الطبي، هو المجلس التأديب الطبي. شكرا. نعم نعم، شكرا جزيلا أستاذ علاء فاضل. حبينا أخذ من هاي يعني شكرا لهذه النقطة. وأتوقع قانون الصحة العامة. قانون الصحة العامة. مادة 11. مادة 11 كلهم بتاخذوا هذا القانون. طيب ماشي كويس. يعني المجلس الطبي الأردني له الوصف الوظيفي. كويس. انتحال الشخصية أعدادهم كبيرة دكتورة؟ والله في. أعطينا بلاي يعني أنت أعطيني شيء حصل معك. يعني حاليا في احنا تقريبا بمديريه ترخيص المؤسسات الصحيه بيجينا شكاوي يوميه، يعني اسبوعيا ما لا يقل عن 3 شكاوي بهذا الخصوص، انه مش اصحاب اختصاص بيمارسوا مهن صحيه غير حاصلين على مزاوله مهنه من وزاره الصحه. طيب كويس. طيب. انا بدي اروح اسجل بدوره نعم بتنميه المهارات والتطوير، هاي تطوير وتنميه نعم. المهارات كويس نعم معي نعم، بدي اروح اخذها بالتجميل. نعم انا ما بعطيك عليها مزاوله، خلينا اكمل. وبالليزر تمام، وبروح بجيب هاي الشهاده وبقعوا لي اياها وزاره العمل. نعم تشغيل مزبوط صح. تشغيل حساب هالناس صحيح. حساب الجثث هاي بكره بيصيروا الناس صحيح. طيب هاي بروح بشتغل عليها. لا ووزاره العمل ما بترفض. لا انا بالنسبه لي برفضه وما بعطيه مزاوله مهنه ولا بفتح له عياده عليها ولا بفتح له مركز عنايه بالبشر كوزاره صحه. كوزاره الصحه نعم. طيب سيدي مشكلتنا انه كثير من المراكز حتى اطباء اسنان صاروا يعطوا دورات ويعطوا شهادات وكل شيء، وهذا يعني فلتان بهالشغله بصراحه لك اياها. المفروض يكون في اصحاب الاختصاص، وزاره الصحه هي المسؤول الوحيد عن التراخيص هاي. يعني انت ضد اقامه مثل هذه الدورات؟ طبعا طبعا دكتوره طبعا طبعا. انا ما بعتمد هاي الاساس. احنا صار استثمار. طب دكتور انت ابعثوا كتاب لوزير العمل قولوا له يا عمي اعطوا كل الدورات، بس اي شيء فيه طب وصحه عامله تبعثوا. ما تعطوا بالضبط، يعني هم وزاره العمل. انا وزاره العمل بيعطوا تراخيص للصالونات فقط. باقي المهن الصحيه كلها تابعه لوزاره الصحه. بس ما في صالونات انه بيلتزم بالصالون بالشعر وكذا كل شيء، لا كلياته بوتوكس فيلر عمليات جراحيه. يعني انا هاي الصالون صالون عملت عمليه شفط دهون لمريضه وكذا، وهي المريضه عرفت. والمشكله كمان نفس الشيء في عده مراكز، يعني بعد ما سوينا الموضوع هذا صار كثير حتى مرضى حتى مواطنين ببعثوا لك والله انه هذا المركز منتحل صفه طبيب وكل شيء، بتعمل بالمركز نفس الشيء عمليات جراحيه وكل شيء، او بتروح بتيجي على الدار. وبعدين شغل صار يعمل سمر حمل. يعني هذا الطبيب اللي اغلقت عيادته 4 مرات كويس، في طبيب اغلقت عيادته 4 مرات وبعده شغال ما زال بمارس، وبروح بيعمل حفلات سمر بوتوكس وفيلر في البيوت كويس. للاسف يعني احنا مشكلتنا ما في عقوبه رادعه لمثل هاي النوعيات بصراحه. ما في عقوبة رادعة. ما في عقوبة رادعة. طيب دكتورة انتوا اليوم رحت على هذا الطبيب، طب هذا كيف سكرتوا 4 مرات؟ هلا بنسكره في مكان بيفتح مكان ثاني بتتفاجأ بدون ترخيص، تجيك شكوى بدون ترخيص، ما هدول كلهم بدون ترخيص. فأنا عندي قانون الصحة العامة صراحة المادة 11 من قانون الصحة العامة تدرجت في العقوبات. في عندي المادة 11 ألف تحكي لي إذا رحت على مكان وجدتي مخالف مزاول مهنة بدون مزاولة مهنة والمكان كله غير مرخص، فأنت مبدأي أو عماله افرض إنه حتى لو مرخص وعنده تجاوزات فأنت بتعطيه على المادة 11 ألف إن اختار خطي، إنه بعطيه والله مدة أسبوع أسبوعين حسب المخالفات اللي عنده لتصويب الوضع، وبجيب صاحب العلاقة وبوقع عندي في قسم الرقابة على تعهد بتصويب الوضع مثلا خلال مدة زمنية محددة. انتهت هاي المدة الزمنية ووجدت أن وزارة رحت كشفت عليه ووجدت أنا كوزارة أنه ما زالت هاي المخالفات قائمة، قانون الصحة العام المادة 11 ب بلزمني أن أوجه له إنذار خطي بضرورة تلافي هاي السلبيات تحت طائلة الإغلاق. بدي أسألك سؤال. نعم تفضل. الصالونات الستاتية هاي المشكلة إنها هي ما بتترخص من عندي أنا كوزارة الصحة. أنا معك المخالفات معظمها منها، بس خليك معي. لا ولا مسؤولة عنها. والله بعرف طولي بالك علي. تفضل الآن هاي الصالونات رقابتها على أمانة عمان صح؟ نعم مين لأمانة عمان؟ وزارة العمل. وزارة العمل بس مين لأمانة عمان؟ هي بتعطيهم رخص المهن. ماشي. من عندهم أمانة عمان بتعطيهم رخص المهن ووزارة العمل اللي هم هذول براقبوهم مزبوط؟ نعم وكل المشاكل من هاي معظم المشاكل معظمها معظمهم نعم.
لا سيدي في هسه تعديات كثير تعديات كثير. طيب الله انك تقول شو التعديات. تعديات الصالونات اصبحت مراكز تجميل. الصالونات مراكز التجميل في عندنا هلا كثير من الاطباء مثلا جراحه عامه بتعدي جراح التجميل، طبيب عام، طبيب جلديه، طبيب مسالك، طبيب نسائيه، طبيب اطفال، جراح اطفال كويس. الاسبوع الماضي طلع بيعمل عمليات شفط دهون وشد بطن وعمليات انف وكل شيء. طب يعني ما بصير هذا الحكي، فيش التزام بالوصف، يعني ما في التزام بالوصف الوظيفي للاسف احكي لك اياه. فيعني كلها صارت شوربه يعني الامور، نتيجه عدم وجود عقوبه رادعه لا من النقابه ولا وزاره الصحه ولا حتى شغلات ثانيه احكيها بكل صدق. أحكي انت بتحول مثلا على النائب العام او المدعي العام كذا، بعطيه مثلا بتعب الرقابه بتعب وبطلع كل الامور والتفتيش وكل شيء، بروح مثلا بعطيه 50 دينار غرامه فقط وبروح، ما في عقوبه، ما في عقوبه. حتى بالنقابه عندنا كمان نفس الشيء، اقصى شيء بدفع مثلا غرامه بعد التاديب العليا وكذا بدفع 1000 دينار بطلع من عندك، بدفع 1000 دينار بطلع بروح بفتح مره ثانيه. فمفروض تجديد العقوبه بشكلها يعني هذا. حتى انت ناس منهم والله عليه 21 قضية وانسحبت شهادته. دكتور عليه 21 قضية؟ 21 قضية. ايوه وانسحبت شهادته. أيوة. وترخيص وكل شيء وما زال يمارس. كيف بيمارس؟ بيمارس فاتح عيادة وكل شيء فاتح. وعلى الفيسبوك؟ وبيعمل عمليات وعلى الفيسبوك وكل شيء. بعطيك اياه وبعطيك اسمه كل شيء. ما احنا هاي الشغلة اللي خلتنا نروح على الجرائم الإلكترونية والبحث الجنائي عشان تكوين فريق من البحث الجنائي ومن وزارة الصحة ومن الغذاء والدواء مشكورين يعني عملوا شيء اي شيء مستعدين انه يضبط الامور. فانت على اساس انه يا زلمه يا دكتور مشان هذا شو يضبط الامور؟ اقول لك هاي طلعت بجون معك بس شوف 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 شو بدي اقول هسه. سنقوم بالتجديد والرقابه وكذا، وبعدين اذا ما كان في رقابه حقيقيه وما كان كل يوم يطلع على الاعلام انه تم اغلاق هاي المراكز، اذا ما تم قاعد بتقول لي دكتور عليه 21 قضيه وانسحبت شهادته، هذا مش لازم تطلعوه على وسائل الاعلام تقولوا الناس هذا الطبيب 1 2 3 4 5؟ سيدي احنا قلنا قبل شوي احنا بنسكر المنشاه وبنحوله نائب عام. حكينا قبل شوي والمحامي الاستاذ حكى انه هاي انتحال شخصيه نصب واحتيال. طب احنا في بالجرايد كل يوم او كل اسبوع بيطلع فلان الفلاني اسمه من 4 مقاطع، وين عنوانه وين كذا، والله محتال ب1000 دينار. طب مين اهم، انك تحتال على صحه مواطن وعلى حياه مواطن ولا تحتال ب1000 دينار؟ ليش ما يعني هذا كلها يعني تدرج كلها انه هذا طلع عن طريق الحكومه عن طريق الامن العام كل شيء، ما بيقدر يجي لا يقاضي ولا شيء لانه اصلا هو مش صادق. طيب دكتور ماشي، اذا كان هناك عدد قليل جدا من الرقابه بوزاره الصحه اللي عددتهم 4، ليش ما يتم التعاون مع الصحه بامانه عمان بعمان؟ هلا هم لهم جولاتهم التفتيشيه بس هم بفتشوا على شغلات مش زي مش احنا يعني مش مهنيه. طيب. احنا بنفتش من ناحيه مهنيه مزاوله المهنه المكان مرخص. قديش عدد حسب المراكز الموجوده بعمان تجميلي؟ ألف. يعني انا مراكز نايب بالبشر لا ألف. مراكز انا ألف. مرخصه بالدم لا لا مرخصه بالدم مرخصه 67 مركز 67 مركز عنايه بالبشر انا بحكي مش مراكز تجميل مراكز عنايه بالبشره 67 مركز عنايه بالبشره هن اللي مرخص عمان. بس هدول بعد اذنك عشان انت ذكرت عن الدورات هدول كيف احنا بنرخصهم ونعطيهم مزاوله مهنه اطباء لا 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 هدول فنيين عم باخذوا مزاوله مهنه عنايه بالبشره عن طريق الدراسه لمده 2 وسنه تدريب في مركز مرخص او عياده جل يعني عياده مرخصه او انهم بيكونوا دارسين سنه وسنتين تدريب. هدول بيفتحوا مركز عنايه بالبشره فقط مركز العنايه بالبشره فقط بس خليك معي منه هدول ال 67 نعم مركز عنايه بالبشره في العاصمه هدول اللي هن تبعين البشره عنايه بس تنظيف كريم وما كريم تنظيف بشره فقط هدول بس هدول مشكله كمان منهم مخالفات معظمهم عندهم ليزر معظمهم بيعملوا ليزر بوتوكس وفيلر من يلتزم منهم في ترخيص تاعه والصفات كلهم هدول عندهم تجاوزات كلهم هدول ليزر فيلر وبوتوكس وليزر هسا عشان نضبط انا قرات الغذاء والدواء قال لك ممنوع اني استورد اجهزه ليزر لا شوف صار شو الموضوع احنا بعدنا هلا طلع كتاب جديد سيدي الاسبوع الماضي احنا رحنا انا والدكتور امين مدير التراخيص رحنا عند الدكتور نزار مهيدات وقلنا له هاي المشكله اصدر كتاب مباشره صحيح. انه بعدم استيراد اي جهاز الا عن طريق التراخيص المهن ناخذ عدم ممانعه وزاره الصحه وانه يكون طبيب مختص متفرغ اما جراح تجميل او طبيب جلديه هو المصرح له بجهاز الليزر اجهزه الليزر اما
طبيب جراح تجميل او طبيب جلدي وترميم، يعني الاثنين طبيب جلدي وترميم. نعم، وعياده مرخصه وحاصله ترخيص من وزاره جراح تجميل وترميم او طبيب جلدي. انت عندك 67 مركز مرخص للعنايه البشره. العنايه بالبشره طيب. هذول مش مسموح لهم لا فيلر ولا بوتوكس ولا ليزر ولا اي شيء. طيب مين المسموح له بوتوكس وفيلر؟ حكينا عن طبيب الجلدي والتناسل وطبيب التجميل. هذول عيادات، انا برخص عيادات عندي عدد منيح، يعني عيادات يمكن ما يقارب 100 عياده جلديه وتقريبا يمكن 40 او من 30 ل 20 20 ل 30 عياده تجميل. احنا مشكلتنا مش البوتوكس والفيلر لحاله، احنا مشكلتنا التعديات على الجراحات. الجراحات يعني هاي حرام وهاي جريمه بحق المواطن. طب انا بسالك سؤال، ليش انا تجذبني هاي الاعلانات وبروح عليها؟ فقط من ناحيه تسويق رقمي؟ تسويق فقط سيدي، يعني عندهم بحط لك قبل وبعد وابصر شوف، حتى مش نتائجهم، يعني باخذه من السوشيال ميديا من الانترنت وكذا بحط انه والله هاي نتائجها. يعني واحد طبيب عام فش له سنه متخرج، يعني متخرج له سنه واخذ له دوره اسبوعين ثلاث، كيف بيعمل جراحات وبيعمل شد بطن وبيعمل شفط دهون؟ يعني طبيب جلدي بيعمل شفط دهون وشد بطن عنده في عيادته، يعني الله ما قال، عرفت يعني؟ صحيح. يعني مفروض تجديد العقوبه بشكل صح. هل اصبحت مهنه الطب تجاره عند البعض؟ طبعا الاكثر سيدي. والقسم القسم والله قسمكم بخوف. طبعا والله اللي بقسم مع قسم الاطباء انه بخوف القسم. صح مضبوط. ما سيدي يعني بس احنا دكتور تسمح لي؟ تسمح لي؟ ما انك انت بتقول لي انا من اشهر وانا تواصلت مع وزاره الصحه ورحت على وزاره على الامن العام وعلى الامن العام والنقابه وكل شيء. طيب يعني شو ما استفدتش انت؟ مش شايف انه حدا يعني ملبي لك طلبك؟ لا احنا هلا يا سيدي ما قلت لك ما في، هو يا دكتور احنا كل اسبوع عندنا مشكله. سيدي مضبوط. نعم صحيح هلا في تجاوزات، احنا انا ما بنكر انه في تجاوزات. هلا هاي تجاوزات صح بتسيء، بس مش هذا انه الوضع الطبي كله سيء، لا، هلا هاي تجاوزات نتيجه لعدم وعي المواطن الاردني، انا بدي اراهن على وعي المواطن الاردني، انا بدي اعمل انا وقعت في اي مشكله طبيه وبدي اتوجه لاي مؤسسه صحيه، طيب. أي عياده او كويس. مركز او مستشفى، كويس. انا الى الحق احكي لهذا الطبيب، بالله انت شو اختصاصي ايش حضرتك؟ كويس. فرجيني مزاولتك المهنه، فرجيني ترخيصك من وزاره الصحه. اذا بيجوا لعندك ومعهم اوراق مزوره وبيجوا على الوزارة وبجوز منهم إشي يمشي جداً فما بالك. طيب شو عملت الوزارة توعية المواطن؟ هاي أنا ودي شو عملت الوزارة توعية المواطن؟ أنا حكي أنا هيني هلا هاي من باب توعية المواطنين هذا البرنامج، أنا عمال أنا بحكي ما أي حدا بيقع بأي مشكلة صحية ما يتوجه لأي عيادة، سواء بده فيلر بده بوتوكس بده لايبوسكشن شفط دهون، ماشي هاي مشكلة ممكن نقع فيها كلنا، فلازم يتوجه للجهة المرخصة للطبيب المختص في حالته. ما المواطن الاردني مش لازم يروح لا او ينجرف وراء هاي الاعلانات، هاي معظمها اعلانات كاذبه، اعلانات وهميه لناس غير مرخصين، لعيادات غير مرخصه، لناس غير مؤهلين، فبتوقعهم في مشاكل طبيه. معقول احنا الان مش قادرين نوقف كم طبيب او منتحل شخصيه طبيب؟ معلش احنا مش قادرين نوقفهم؟ لا طبعا نوقفهم، احنا بنحولهم للنائب العام، بغلق المؤسسه بالشمع الاحمر وبحولهم على النائب العام، هذا دوري بقانون الصحه العامه. معناته العقوبه غير رادعه بلا تغليظ لقانون الصحه العامه، بحاجه لتغليظ لقانون الصحه العامه، بس انا دوري كوزاره الصحه ان اطبق قانون الصحه العامه. خيص. الماده 11 الف تدرجت في العقوبه زي ما قلت لك الف وباء وجيم ودال. معناته باختصار نعم. وزاره الصحه بتطلب تعديلات على هاي القوانين وبتبعته نعم. لمجلس النواب نعم. مش نروح نجيب الاطباء المحمى مش برضه نصح لهم هنا اللي بدنا اياه بسرعه بنجيبه بناشيه من مشي، هاي فيها ارواح مواطنين اهم مليون مره. فاصل قصير اخير واعود اليك دكتور واليك ايضا، تفضلوا البقاء معنا. اهلا بكم من جديد واوجد ترحاب بضيفي واعود لاطرح السؤال. طيب دكتور لا انا يعني شو الحل؟ سيدي الحل عده نقاط. الا تقول ليش رقابه ولا تقول لي تكثيف رقابه، كل اللي عندنا 10، كل اللي عندنا 10 وعندنا بيجي 6000 مركز سابق. مزبط. اول شيء اعطيني حل غيره، لانه لو بدتهم هذا الحل اشتغلوا. مزبوط. الرقابه المفروض تكون دائره مستقله زي الغذاء والدواء. بدها فوق ال 200 300 موظف اقل شيء بصراحه لك يعني. ما بكفي بصراحه الرقابه المشدده هي واحد. اثنين تغليظ العقوبه، وهي المفروض انها تتحول اي قضيه من هاي تتحول الى محكمه الجزاء بحيث انه يعاقب المخطئ
يعني احنا يعني بالله واحد بتقول لي عليه 21 قضيه وسكر محر الدكان والله بطلنا نقول عياده وسكر العياده اربع مرات وبعده بيفتحوا على السوشيال ميديا عينك عينك. نعم مفروض احنا كمان نحط قانون للسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا حكي مفروض نحط من قبل الامن العام والجرائم الالكترونيه ويعاقب اي واحد وتحجب بصفحتاته. وهذا الحكي اللي صار اللي راح يصير ان شاء الله بدايه من الاسبوع القادم، الفريق المتكون من الجرائم الالكترونيه والغذاء والدواء ووزاره الصحه والامن العام بقول لك كل واحد يعني اعطيناهم مجموعه حوالي 20 واحد من المعتدين هذول رؤوس الفساد بدي احكيها شايف انه يجيبوهم حققوا معهم يغلقوا عياداتهم كل شيء هذا طيب بس لازم يكون طيب دكتور يعني معلش انا معك واجت اليوم الجرائم الالكترونيه وسكرت كل صفحات برجع بفتح مره ثانيه بدي شو استفدنا بده قانون رادع تغليظ عقوبات تغليظ عقوبات بدها وعي نراهن على وعي المواطن ليش ما يدفع هذا مثلا والله دكتوره شو بتراهن على المواطن والله لازم لازم وعي المواطن الاردني اهم نقطه يا دكتوره انا ما انجرف ورا هالاعلانات هي انا بفتح السوشيال ميديا مئات الاعلانات ما انجرف ليش انجرف انا لازم اي طبيب اروح له انت اعطيني مزاولتك ما فيها شيء انت طبيب اختصاصي ايش بعد اذنك عيادتك مرخصه اعطيني كتاب ترخيصك من وزاره الصحه انا بروح على مركز عنايه بالبشر انظف بشرتي مش غلط انت كفنيه وين مزاولتك المهنه فرجيني مزاولتك المهنه الصادره من وزاره الصحه دكتورة انت مركز مرخص ولا لا دكتوره شو بدك في اربع موظفين في وزاره بحكي الصحه لا انا شو بحكي يعني انا بحكي المواطن يعني. قبل ما يتجه لاي مؤسسه صحيه لازم يكون عنده الوعي انه هاي المؤسسه اول شيء اللي بده يقوم بمزاوله المهنه هو شخص مؤهل من الناحيه العلميه وحاصل على مزاوله المهنه بسألك سؤال وثاني شغله بسألك سؤال نعم تفضل راعي عمل لي سي في بتقلب المخ وحط لي اربع خمس براويز من الوراء وعليها الجامعات وحالته حاله بدي اروح اشكك فيه هسه مزاوله المهنه مبينه شيء صادر قرار من وزير الصحه نعم لانه انت طبيبه بتعرفي الناس ما بتعرف مش كل الناس بتعرف نعم يعني هاي تاعت الصالون هاي حاطة استشارية جلدية وتجميل يعني خريجة الجامعات الأمريكية نعم. وهاي وصفة إذا بورجيك وصفة صحيح. نفس الشيء إنها طبيب ودكتورة وكل شيء هذا عرفت فيعني للأسف مثلها مثائل يعني مش الحل هو تغليظ العقوبة تغليظ العقوبة الصحة العامة نعم مادة 11 لازم يكون فيها تغليظ يعني أكثر من النقابة ومن وزارة الصحة يا سيدي وهي مجلس كمان اللجنة الصحية النيابية تتبنى هذا الموضوع كمان والقضاء القضاء عدلوا القانون بيمشي عليه ما عدل القانون شو بده يعمل يعني هسه المشكله كمان انه تعدل القانون العقاب انك تروح انت تعمل خدمه مجتمعيه وهي المأساة كمان اكثر عرفت كيف يعني بدل جزاء انه انا والله بروح في لا عقوبات البديله مش على الكل يا دكتور مش على الكل واحد ما هو اذا كان والله 50 دينار ولا 3 شهور ولا كذا بقدر استبدلها يعني واحد بيعمل عمليه جراحيه وكذا اذا 3 شهور 6 شهور ماكسيم صحيح ما هي شغله يعني شو استفدنا بدها تستبدل ما هو القانون استبدال ما 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 حدد اي شو العقوبه او شو القضيه طيب دكتوره هل سيتم تعديل القانون ان شاء الله والله عادي ممكن احنا نطالب بتعديل القانون ما في مشكله احنا بنرفع بنشكل لجنه وبهاي المخالفات احنا المخالفات هي كثره المخالفات قديش عدد المخالفات تقريبا يعني انا حكيت لك احنا يوميا لقسم الرقابه بورد تقريبا لاثنين لثلاث شكاوي هاي شكاوي حروق من ليزر شكاوي انهم راحوا لمؤسسه يعني تعاملوا بطريقه مثلا يعني اللي بيقوم بمزاوله المهنه مش كفو او مش حاصل على مزاوله المهنه تسببوا لهم بحروق وتسببوا لهم تشوهات يوميا تردنا شكاوي واحنا بنتحرك بناء على هالشكاوي مباشره طيب سؤال لو طيب. كان هناك خطوه لاشهار عدد المخالفين اللي عن جد خالفوا نعم. اللي هو نعم يا ريت اشهارهم والله يا ريت ما الذي يمنع من ذلك بالعكس هذا المفروض هسه يمكن يعني انا كنت فتحت في الامارات كويس اي واحد بخالف ينشر على الجريده ما هو ماشي بتعرف شو المشكله انه مثل هاي المخالفات يعني شفنا حالات وفاه طبعا صحيح وفاه وبعد اربع شهور وشفنا مضاعفات والله العظيم راحت ابديه مع المريض سيدي انا كلها هاي الشغلات هاي كلها ابديه يعني هاي صور بالله عليك شوف تفضل هاي صور هاي طلع شوف هاي ذراع بني ادم هاي شوف للاسف كله تفضلت هاي ذراع حيد شوف هاي قص معده شوف سيد هاي مثلا شف الدهون اي شف الدهون. الدهون اي شف الدهون هاي يعني تشوه هاي شف الدهون من الصعب جدا احنا ذابحنا الدهون بينه وبينك احنا ذابحنا الدهون واحد ما ياكل سكر رز وخلص هاي شو هاد هاي بنقدر نشوفه ولا لا طبعا شد جفون شد جفون من قبل طبيب عيون
طب مش حرام؟ سيدي يعني أنا بقول قلة الضمير وقلة الانتماء لهالبلد وقلة الدين هاي المأساة والجشع المادي هاي المأساة صراحة كلك إحنا إذا ما وجد عقاب رادع لهاي النوعيات لا يمكن بالعكس كل ما فيها بتزداد أكثر وأكثر أي واحد ما عنده مهنة ما عنده كذا حتى هذيك اليوم واحدة بتيجي تقول لك والله أنا ما عندي ما لقيت مهنة ولا إشي ولا إشي كويس جوزي طلقني وراحت فتحت مركز تجميل صدقا أحكي لك نفس الشيء فكل واحد صار إنه للأسف فلازم قانون بصراحه رحنا غلطنا العقوبه كويس ومعناش رقابه شو استفدنا لا طبعا بدنا رقابه سيدي الرقابه بدك اقل شيء 300-400 واحد بدنا كادر بدنا سيارات يعني حتى قسم الرقابه مرات بيطلعوا بسياراتهم يعني احنا في مشاكل بتواجهنا احنا بنقوم بالحد الاقصى يعني اربع موظفين بيطلعوا سياراتهم تقريبا ست موظفين واحيانا والله اذا شكوى عاجله بيطلعوا بسياراتهم حرام ما بيطلعوا بالليل بيطلعوا بالنهار دكتوره احنا لا نتحدث معهم ضابط عدلي دكتوره يعني احنا لا نتحدث عنهم نعم. الله يعطيهم العافية بالزبط. بس بالزبط. إحنا نتحدث عن عددهم لأنه نعم. عددهم قليل جدا لزيادة العدد مبارك معالي الوزير والله إنه متعاون قد النظر كويس هلأ لازم أنا بحكي إنه وحدة الرقابة لازم يكون زي الغذاء والدواء إلها ميزانية مستقلة إلها موظفينها لكذا يعني أنا هلأ بحط لك 20 قسم بدك للرقابة والتفتيش 20 قسم يا أخوي أنتوا كجمعية ساعدوهم إحنا مستعدين والنقابة النقابة تساعدهم هناك من يتهم النقابة أنهم بيصوتوا لهم الأطباء هذول فعشان هيك أنا أحكيها هذا مجلس النقابة أكثر مجلس بيشتغل متعاون بصراحة يعني يا سيدي العزيز قسم الرقابة في وزارة الصحة كويس. كمان متعاون جدا الغذاء والدواء متعاونين جدا كل شيء بس ما في عدد كافي ما يا سيدي سيكون لي مقابلة إن شاء الله الأسبوع المقبل مع وزير الصحة إن شاء الله سأطرح له هذا الموضوع وإن شاء الله يقولون أنه راح يتم تغليظ العقوبة إن شاء الله توجيهات لزيادة بس الله ذلك وتغليظ العقوبات إن شاء الله شكرا جزيلا لضيوفي رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتورة إخلاص أبو جاموس أهلا فيك أشكرك وصول لك رئيس جمعية جمعية الجراحة التجميل والترميم الدكتور عمر الشوبكي 67 دكتور أنتوا بس طلعت 65 6500 مركز 67 مركز نايب البشر هذا مش تجميل دمتم بخير ألتقيكم الأحد فإلى حين كل التحايا سلمين نبلع المراقبين